هاي التأثيرات هي واضحة عندما تصير مشاكل بين الزوج والزوجة. نعم. تأثيرها واضح على الأطفال. نعم. ما تولد كراهية على الأب أو على الأم، بالتالي راح يتعلم نبات الأب والأم وصيعتهم في ساعة عصبية. نعم. فشوفين حتى ألفاظ صيعتهم، يعني خلاص أنت كذا أنت كذا، وعباك الواحد يطلع عيوب الآخر. صحيح. فهذا راح يتعلم الطفل، يتعلم هواي مواضيع، يتعلم هواي أمور أخرى. صحيح. بالتالي أنت راح يحكي عليها يقول أنت مو بابا هيش يقول عليك، وأنت ماما هيش يقول عليك. صح. فأنت علمتهم على هواي أمور. أكو أمور يعني ماكو بيت مصيبة مشاكل، ماكو بيت يقل مشاكل، لكن أكو مشاكل أنت تدخلي قدام أطفالك. بالعكس حتى أطفال ليس يصيرون حالتهم النفسية يصيروا يعني متوترة. صح. ما يحسون بالأمان، راح يكونون راح يشوفون حياتهم مجهولة بالمستقبل، خلص على أي ساعة راح يصير تفرقة ما بين الأب والأم. صح. وبالتالي هاي راح تأثر على الأطفال، تأثيرها واضح. صح. إنه بات شوف الطفل وين يتجه، إلى أجداده، إلى عمامه، إلى خواله، إلى كذا. بين فجوة بين الطفل بالضبط. بالتالي أكو موضوع أنا أحب أذكره، يعني دائما نشوفين الأطفال وين يتجه، خاصة سعدنا هاي اللي يصير يعني مشكلة كبيرة. نعم. اللي دائما إحنا مسلمين إدارة البيت. نعم. وأمور البيت وأمور كل المواضيع بين مسلميها للأم. لا مو بس الأم، لا يا ريت الأم على والأم ده نسلمها علما للخدامة اللي موجودة. آه نجيبها إحنا. فشوفين اليوم الزوج إنه يدور على حاجة ما موجودة بالبيت وين يروح؟ للي موجودة هاي جايبيها العاملة. نعم. وين كذا، وين غراضش، وين طلعهم هي. أما الزوجة شوفها ما تدري. ليش؟ لأن أكو هاي المشاكل دا تصير والزعل ما بين. صح. الزوج والزوجة. صح. والكذا. صح. والأمور. فشو ذات البيت مين صارت عدمة؟ يم العاملة. عدمة هاي العاملة جايبيها. حتى أكو أطفال أصلاً متعلقين بالعاملة أكثر من. هذا هاي نقطة أذكرها ليش؟ نعم. نعم. لأن ده يشوف إنه أكو مشاكل ما بين الأم والأب. صح. ونوبات عارفين أكو عوائلنا يعني للأسف أو البعض من عندهم. نعم. إنه خلاص أنت اليوم كيف إنه هذا ابنك أنت كبير عزيز عليك، أو هاي بنتك اليوم عزيزة عليك، أنا ما هي ما طول تحب أبوها راح أنا شوية بعد راح ما أتعامل وياها بلطف. صح. حتى في سبيل شنو؟ حتى هو راح يتنازل ما يكسر بعد مشاكل ويا الزوجة في سبيل الطفل. فشوف الطفل أيمن راح تتجه. إلى العاملة اللي موجودة. صح. اليوم بالبيت. صح. فهي يأثر على الأطفال. شلون يأثر على الأطفال؟ أكيد. بالتالي مثل ما ذكرت حضرتك ممكن إذا سمعوا الأطفال الأب دي يتكلم عن الأم راح يكونون هم صورة عن أمهم بهاي الطريقة. بالضبط. والعكس صحيح بالنسبة. بالضبط. حتى للأب. وبالتالي دائما نشوف الأطفال اللي يعني يكبرون ببيئة سيئة متروسة بعنف وتوتر وعصبية، دائما يكبرون هم يفتقدون إلى شعور أو يفتقرون إلى شعور الأمان. صح. الاطمئنان، السلام الداخلي، بالتالي حتى يقومون يتعودون على هذا الموضوع. دائما أنا أسمع راح نولد راح نوعتهم في المشاكل بالمستقبل. صح. راح يواجهون الحياة، تطلع عنده كراهية عن الحياة. صح. لأنه هو ستي منطعين في العمل للشغل كذا. نعم. وين راحت مكانك أنت؟ بالبيت. أكيد. فهذا الطفل أيضا هم عنده عمل، عنده دوام، عنده مدرسة، عنده كذا، وين يرتاح؟ بالبيت. نعم. إلى يشوف هو البيت اليوم ما مرتاح به. نعم. فبالتالي هذا وخاصة فترة مراهقة وفترة أطفال. نعم. فترة كذا. نعم. بالتالي راح يتولد عنده مشاكل بداخله. نعم. هذا من يكبر وراح يفرخه. راح يكون انه شوفينه مجرم، راح يكون. صح. انه يتجه اتجاهات اخرى، لا يتجه للمخدرات، راح يتجه غير امور اخرى. صح. وبالتالي هاي الكراهيه تصير عند الام ولا يقول لك انا اليوم شلون اتعلم من امي؟ لا امي يقول علي كذا. صح. انا كيف اتعلم من ابوي؟ ما اسمع كلام ابوي، لان امي هي تقول على بابا. صح. استاذ حسين، هذا الموضوع يمكن تاثيره جدا كبير على البنيه، يمكن حتى اكثر من على الولد، لكونها من تكبر بهيج بيئه تشوف انه امها ده تتعنف، ده يساء لها، فبالتالي هي راح تعتبر هذا الموضوع هو الطبيعي كونها كبرت بهيج بيئه. فبالتالي من راح تكبر وتنخطب او تتزوج ويقوم زوجها بسوء معاملتها راح تعتبر ان هذا الموضوع طبيعي. لذلك نشوف احنا هوايه نساء لحد الآن متزوجات ويسكتون ويرضون بالعنف اللي يتعرضوا له وبإساءة الزوج لهم كونه هو هذا الشيء الطبيعي. صح. شوفي دكتورة، يعني مشاكل بين الزوج والزوجة نوبات يقولها تعالي انت شنو جبتي لي بس بنات ما جبتي لي ولد. هاي يعني هاي بنية مو مثل الولد، تكون حساس اكثر. صح. من الولد نوبات. صح. ولد يطلع العمل المدرسة الكذا. صح. هاي راح تولي عندنا شغلتين. اما البنيه يقوم تكره الزواج وبعد ما تتزوج يقول لك انا اخاف اختار رجل يطلع مثل مال بابا، مثل بابا ودي يعاملني مثل بابا، وراح يعامل مثل ما دي يعامل ماما، دي يعاملها بعنف. نعم. راح يعاملني بعنف، خلي بقالي انا احسن. نعم. اما لا، راح تتزوج وتصير حاله عنف وتتعنف وتتدمر وتسكت. ليش؟ لان تعتبر هو الحياه الطبيعيه انه خلص هي المراه لازم تتعامل. استاذ حسين محمود شكرا جزيلا لك على هاي المعلومات الحلوه. شكرا لكم.